نتحول إلى البورصة المصرية، حيث أنهت البورصة تعاملات اليوم أولى جلسات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط من مبيعات المستثمرين العرب والمصريين. وقد سجل رأس المال السوقي مستوى 750 مليار و900 مليون جنيه، وذلك وسط تداولات كلية بلغت نحو 6 مليارات ونصف المليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 65% ليغلق عند مستوى 11655 نقطة. كما تراجع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي تراجع بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2176 نقطة. التراجعات امتدت أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 100 والذي تراجع بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة.